شوف يعني هو مبدئيا اذا انا بتكلم ليش ريال واصل للمرحله هذه فاحنا بنقعد يعني حلقات فانت اقعد انا وياك ونخلي نواف يروح ياكل ويجي لا الموضوع بيطول مره يعني فالموضوع مو بس عندك شيء يا نواف عندي راحات لا صدق يعني الموضوع مو بس ملعب الموضوع مو بس مدرب الموضوع شيء كبير مره فهذا الشيء موجود حتى في العالم عامه احنا حتى لو نتكلم عن ريال مدريد نفس الشيء الموضوع مو بس في المستطيل الاخضر هذا شخصيه البطل كبير شيء كبير مره الناس اللي فوق هذول هم الاساس اللي يقدر يبني المنظومه الخياليه هذه فالناس كلهم مرتاحين فاللاعب اذا كان مرتاح فبيتمزج في الملعب اذا كان الموضوع هادي وما في ضغوطات فالدنيا ها لكن في انديه ثانيه تلقاها الموضوع فوق في توتر في توتر بيضغط عليك قبل المباراه نفسها الملعب فلا لا شيء ثاني وترى بيواصل وترى معلومية الجمهور هذا ترى مو قاعد يحتفل الجمهور قاعد يطالب بصفقات جديده اي نعم ركز الجاي اللي بعده اللي بعده اخلص ميشيل ذا ما نبي نبي جناح في ظهير نبي ظهير اخلص فالموضوع ما باحتفالات احنا تنصح الجمهور يشجعون الهلال علشان ينبسطون اللي لسه ما هو مشجع شيء ها خذ راحتك انا اقول انا ارشح ابناء الصغار هذول حاليا تربيتهم على تربيتهم على تشجيع نفسك عشان تعيش مرتاح في حياتك ترى معلومه الكلام هذا يجي من واحد يعني غريب انا اهلاوي انا نصراوي ثاني نصراوي بعيد